هكذا صحت تعز، مجزرة في الريف ودمار في المدينة، حيث أكدت الأنباء الآتية من مديرية جبل حبشي استشهاد امرأة وبناتها الأربع وإصابة طفلة بعد سقوط صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي على أحد المنازل. كان الحوثي قد أطلق قذيفة على مدرسة الحجري بالمدينة قبل 3 أيام، ما أدى إلى استشهاد طالبتين وإصابة أخريات. معي أدوات منزلية، يعني إحنا متراجين خير من الله تعالى. أحرقوها يعني نص حريقات ونص يعني مخزوقة بالقنص. المجزرة الحوثية في ريف تعز تزامنت مع الدمار الذي لحق الممتلكات العامة في المدينة القديمة والمناطق المجاورة لها إثر المواجهات التي اندلعت خلال الأيام الماضية بين الأمن وكتائب أبو العباس على خلفية تمردها على القوات الأمنية ورفضها تسليم متورطين بارتكاب عمليات اغتيال طالت جنود أمن وموظفاً بالصليب الأحمر وخطيب جامع العساي. والله طرحنا الكلمة يوم الاشتباكات أول يوم، خرجنا ورجعنا دحات العربية كامل مع البضاعة ومع كل حاجة محروق كامل، انتهى كل شيء. الحياة العامة عادت إلى المدينة القديمة وتنفس سكانها نفس الحرية بعد أيام كارثية من المواجهات العنيفة. وبعد خروج كتائب أبو العباس من المدينة إلى الكدحة أوضحت الصور جزءاً من الخراب الذي لحق شوارع المدينة والممتلكات العامة وبعض المنازل، وأبانت حكايا المواطنين صوراً من الألم والمعاناة المخفية في رماد العنف. مش اتفاق اللحظة أو اتفاق الساعة، كان ضمن اتفاقات سابقة من شهر 8/2018 عندما تم توقيع اتفاق وعمده الأخ المحافظ أمين محمود في ذلك الوقت، وتكررت الاتفاقات في كل حملة تحصل اتفاقات. لم تكمل اللجنة الأمنية تحقيق كامل أهدافها، فوفق مؤتمر صحفي لشرطة تعز لم تسلم كتائب أبو العباس المطلوبين أمنياً، وهو ما يجعل الهدوء الذي يسود تعز ممزوجاً بالخوف من بقاء خلايا نائمة يمكن أن تنشط في عمليات اغتيالات قادمة، وهو ما يستدعي وفق مواطنين مواصلة البحث عن الخارجين على القانون وضبطهم ووضع خطط أمنية تضمن استقرار المدينة وحفظ دماء أبنائها.